احنا في هذا المواقف الجهادية ان شاء الله لا حرر بلادنا في القريب العاجل، ونطلع ونحرر بيحان. إنه الشهيد عبد الهادي وبرة الذي آثر الصحراء وزمهريرها، فأصبح قياديا في المقاومة الشعبية في عسيلان على إدارته لمكتب الشؤون القانونية في المحافظة، الذي أجله إلى حين تحرير تراب مديريته من دنس الغاصبين، فانخرط في نضال لن يكون له منه إلا إحدى الحسنيين، إما النصر والتحرير وإما شهادة تلحق بالرفيق الأعلى، فآثر الأخيرة على الأولى. وفي أواخر الشهر المنصرم شيعه رفاق السلاح إلى جانب من سبقوه إلى نيل الشهادة، وهم مصرين على إكمال مشوار رفيقهم. ونحن أخينا ليس بأفضل من الشهداء في اليمن جميع، فهدفنا أكبر من الشهداء وأكبر من الدم الذي قدمه، لأن الهدف عقيدة وجهاد في سبيل الله قبل أن يكون سياسة أو المصلحة دنيوية. هذه فئة ضالة مرقت عن الإسلام وعن الثوابت وعن إجماع الأمة ومحاربتها حق. باسم جيش الجبهة المشرقية ما عذر من نصر ولا نصايب الدنوب يفنى وباي حرقية. ولم يؤدي استشهاد المقاتلين في الجبهات إلى تراجع في المعنويات، بل يزيدها ثباتا وإصرارا على المواجهة، وما أشعار وأهازيج المقاتلين إلا دليل على ذلك، إذ تستقبل الجبهات على الدوام مزيدا من المقاتلين من أبناء عسيلان وبيحان ومن غيرهم. أغلى ما عندنا الدم، فهو رخيص لهذا العدد وغيره، وقد ضحينا في غير هذه الجبهة بأخواننا وعياننا وأقاربنا، والجبهة سوف نضحي بمعادة حتى ننتصر عليه بإذن الله. ويتواصل الإعداد لمعركة جديدة في جو تفضي فيه المعركة إلى معركة أخرى في حلقة دائرية للصراع والقتال، إلى أن تعود الأرض إلى أهلها وذويها من يد غاز مغتصب تجاهل حقائق التاريخ التي تقول أن الغزاة لن يطول بهم المقام طويلا. عدنان المنصوري من مديرية عسيلان شمال محافظة شبوة لقناة يمن شباب.